وخبر تاني الحقيقة خبر إنساني. نشرت الفنانة ناهد السباعي صورتين على حسابها الشخصي على إنستغرام لمسجد الفنان الراحل هيثم أحمد زكي ولشيده عدد من أصدقائه كصدقة جارية على روحه الله يرحمه. وأعلنت ناهد عن إتاحة أول صلاة في المسجد اليوم على روح الفنان الراحل، وكتبت ناهد على صفحتها: الجمعة السادسة لوفاة هيثم، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وتم بحمد الله بناء جامع هيثم أحمد زكي في الجمعة السادسة، نرجو الدعاء لهيثم وأمواتنا والأموات جميعا. وقالت كمان في البوست اللي كتبته: أصحاب هيثم أحلى أصحاب في الدنيا، أي حد يتمنى يبقى عنده صحاب زيهم، ممنوع وجود أي صحافة تجنبا للمشاكل، ده الجامع للدعاء والصلاة وصالح الأعمال فقط وليس للتصوير والإعلام، ادعوا كتير، إحنا أهله وصحابه ومعجبينه وجمهوره الله يرحمه. وطبعا أنه فعلا أن يبقى في صحاب، يمكن أحمد هيثم زكي كان بيعاني في حياته أن الناس ما كانتش حواليه، بس لما أصحابه بعد وفاته يبنوا مسجد كصدقة جارية على روحه، فعلا هي دي الصحاب، والله يرحم هيثم أحمد زكي.